جماعة الخير، المدارس رجعت والعروض جات والعزايم كثرت، ايش الديل؟ هانجر ستيشن مقدمين لكم طلبات، اشتري واحد والثاني مجانا عشان لا تقول عمري حرمتك من شيء. كيف بس؟ شنطة مدرسة؟ لا انا ما اشتريت شنطة مدرسة، بس خد اشتريت حلة كمان. حروح لاستاذ الرياضيات. لا استاذ الرياضة، رياضة عشان تحرق هذا. زي ما انتم شايفين هنا، لأول ما تدخلوا على ابلكيشن هانجر ستيشن هنا حيجيكم أول حاجة العودة إلى المدارس. ايش هذا سليم العجوع؟ سيبك من الجوع، هنا واحد وتاخذ الثاني مجانا، من هنا حتلاقوا أكثر العروض اللي هي في واحد وخذ الثاني مجانا. بالعافية. يعني الموضوع إنه كل واحد ومنطقته، يعني كل واحد ومطاعم. أيوه. المطاعم على حسب المنطقة اللي أنتم فيها. الجو خليني آكل دحين. حق لا تاخذه. لا هذاك حقك. أحلى فقرة من الإعلان إني أقدر آكل. واو. نتكلم عن اليوم اللي هو خليهم اثنين، واحد عليك والثاني علينا. كل المطاعم الموجودة كلشتك كليجة كبيرة. انت بس بتاكل يا اخي، خلينا نخلص الاعلان حقي. طيب صح يا كريم، ترى احط الفقرة دي كلها التكريج حقك. والله ما كلشت انا، انا عارف يعني ايش يقولوا عني، ماني بروفيشنال. شوف عشان لا تقول كمان نسيتك حتى في الحلا، جبت اثنين. اما انا لسه في البرجر، اصبر لي شوي. الصراحة يعني انا جبت الاثنين عشان ابدوكم الاثنين مو لك. واو البرجر بالقاف ولا بالجيم؟ نديت سلتة يا جماعة الخير. اللي ما يعرف السلتة، نغمسها هنا كمان شوية. اللي يمشي معانا يوم السبت يدخل 90 كيلو. عمركم سويتوا دي الحركة؟ أتحدى لو واحد سوى دي الحركة. أتحدى. لا أنا ما سويت كذا، أنا أخذتها وحطيتها فوق الدجاج. سوقها أنت؟ يمين بالله لو ما عجبتك أنا ما أفهم شيء. طيب أشوف. صور. هناك كريم. لا مع بعض. مع بعض. هنا. تاخذ من هنا. يمين بالله لو ما عجبتك أنا ما أفهم ولا شيء. شوف عينه فرصة. أنا ما أفهم ولا شيء. أقسم بالله. أبناء الطلبة، أعزائي المدرسين والوكلاء والمديرين، أولياء الأمور، كيف الحال؟ إيش الأخبار يا جماعة؟ بما أنه رجعنا للمدارس فجايبين لكم هانجر ستيشن، مدي لكم عرض مرة جميل. بعيدا عن عرض القرطاسية اللي موجود عندهم، مسوين كالآتي: تشتري منتج تحصل على منتج. يعني أنا اشتريت برجر. تشتري سحس؟ لا ما ماجي. ماجي؟ ماجي ما شاء الله عيونك حلوة صلاة على النبي، ما شاء الله. خلاص أنا متأكد الإعلان حيضرب. والله يا أخي ما شاء الله عليك. أيوة ندخل في المفيد. يا ويلي ويلي يا ويلي ويلي، بسم الله. خلص حقي، حقي خلص. عارف
اذا في احد زي ولا لا، بس انا احب كذا افك البرجر، احط بطاطس، يا ويلي ويلا، احط نص كيلو كاتشب، عشق الكاتشب والله، هذه لقمه محترمه بالضبط. تيجي تقول بسم الله. واو، قلبي الصغير لا يتحمل، لا اكل تحس من هنا يا جماعه. ايش هذا؟ ايش الوضع هنا؟ ايش فيه؟ لا 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 لا، هذا كمان لذيذ يا جماعة. واو، سوري سوري، شوف الصورة، سوري. اوه شوف الصورة. كويس، دي احنا سرقها منها. المارش منه خيالي. عودة للمدارس. السلام عليكم. انا عندي سؤال يا جماعة. انا اللي لازم احفظه كزوج، اللي هو عيد الحب وعيد الزواج وعيد ميلادك، صح؟ ملكتي ليش احفظها؟ لازم تحفظها. ليش؟ لازم. قال اليوم ايش؟ قلت له اليوم ايش؟ عيد النملة. قالت لي لا، خش سناب. دخلت سناب ما لقيت شيء، الامور طيبة، مشاهدات وترند والامور حلوة. قالت لي اليوم ملكتنا كانت، يعني ايش المفروض انا اسوي؟ اقول لك كل عام وملكتنا بخير بدل. لا بس يعني حلو، يعني تتذكر. يعني ماني فاهم، يعني يوم مهم، يعني اجيب لبان مره ثانيه واسوي ملكه، ماني فاهم ايش اسوي بي. انا بقول لك يعني يوم مهم، يعني حل الواحد يتذكر الايام المهمه بالنسبه لحياته. حقيقي كان يوم جدا جميل، كنت لابسه بيشتو كذا صح، بس هذا يعني ذكرته. وانا شفتك ملكه رجال كانت، حتسوقي امها. ها شفتني صح؟ ايوه. خلاص بضايع قاعد ادب. السلام عليكم. صح افتكرت يوم ملكتنا لما دفعت المهر. واي العالم فين المهر؟ رجعيه. المهر مو فش، المهر اتفجر ودفعت زيادة. ما شاء الله ما شاء الله، ابوكي كاش صراحة، يعني كاش ابوها. طب يقدر يسلفنا يرجع لي المهر عشان نغشني بصراحة. امزح 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 يا خوي، والله مبروك. الله يبارك فيك. سويتها؟ مالك الثانية؟ اقول لك ادري عنك.